الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هذه الحلقة في هذه الشبهة التي تقول بأن رواية زيارة الأربعين التي رواها السيد ابن طاووس في كتابه اللهوف رواية ضعيفة، ونقول في الجواب: أولاً، أن المنهج التاريخي في ذكر الحوادث التاريخية يختلف عن المنهج الفقهي، فقضية ضعف السند ورجال السند وما شابه هذا طريقة البحث في المنهج الفقهي واستنباط الأحكام الشرعية. أما المنهج التاريخي فيكفي أن تذكر الحادثة في كتاب من كتب التاريخ لكي تثبت هذه الحادثة، وقد رواها السيد ابن طاووس في كتابه التاريخي اللهوف. هذا الجواب الأول. وثانيا، أن هنالك الكثير من المؤرخين الذين رووا هذه الزيارة قبل السيد ابن طاووس وبعده، نذكر منهم ابن مخنف، أبي مخنف، في مقتله المتوفي في سنة 145 للهجرة ذكر هذه الزيارة وقال: سار بهم، أي القائد، سار القائد بهم من دمشق، وكان يقدمهم تارة ويتأخر عنهم تارة، وأحسن لهم الصحبة والنصيحة والخدمة اللائقة. قال: فعند ذلك قالوا له: مر بنا على كربلاء. فمر بهم فوجدوا فيها جابر بن عبد الله الأنصاري، ومعه جماعة قد أتوا إلى زيارة الحسين عليه السلام. وكذلك رواها البيروني في كتابه الآثار الباقية، أنهم خرجوا من الكوفة نحو الشام في حوالي 15 أو 20 من محرم، في إلى أن وصلوا إلى الشام، ورجوعهم في مثل تلك المدة غير بعيد. وكذلك رواه ابن نمى الحلي في كتابه مثير الأحزان، وهي رواية قريبة من رواية أبي مخنف. وكذلك رواها الطريحي في كتابه منتخب الطريحي. على كل، هنالك الكثير من المصادر التاريخية غير السيد ابن طاووس قد ذكرها. والجواب الثالث: لو فرضنا جدلا بأن هنالك رواية والرواية ضعيفة وهذا لا يؤثر على هذه الزيارة وعلى مجيء زوار الحسين عليه السلام في يوم الأربعين لزيارة الحسين عليه السلام، لنفرض جدلا أن الرواية ضعيفة، فإن الزيارة أصبحت اليوم وخصوصا في عصرنا هذا ونحن نقف الآن على طريق الزوار، وهذه الآلاف من الملايين من الزوار على طريق يا حسين من أيام عدة، وتتوافد الزائرين من شتى بقاع العالم وهي تأتي لزيارة الحسين عليه السلام، الأمر الذي يستدعي أن نتساءل في نية هذا الذي يتحدث عن تضعيف الزيارة، ماذا يريد؟ إنه يريد تشكيك الناس ومنعهم من زيارة الحسين. لماذا يتضرر من يزور الحسين؟ لماذا تريدون أن تقطعوا هذه الزيارة؟ هنالك رواية روتها السيدة زينب سلام الله عليها عن أم أيمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والرواية طويلة، أقتطع لكم منها هذا المقطع المهم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن إبليس في ذلك اليوم، المقصود يوم عاشوراء، إن إبليس في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها في شياطينه وعفاريته، فيقول: يا معشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة، وبلغنا في هلاكهم الغاية، وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة، يقصد أهل البيت سلام الله عليهم، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وبأوليائهم
حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. إن هؤلاء الذين يشككون في هذه الزيارة وفي غيرها من شعائر الحسين عليه السلام إنما يعينون إبليس اللعين وشياطينه في تشكيك الناس بعقائدهم وشعائرهم وتمسكهم بالحسين عليه السلام. فهبوا يا أحباب الحسين، يا شيعة أمير المؤمنين، أيها المسلمون، لتعظيم هذه الشعيرة العظيمة وواسو رسول الله وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، بحزنكم وزيارتكم ودعائكم في هذه الزيارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.